بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومقال كوبان أو كسابسن أديكسي همسها إيو قرالك أفصوماليغا همسوه وحاو حسابسني هاي شباني ولو كدويني هاي شباني ياشكالي همسوه آد أيو مهم أيهاي لكن داد بداني حقيسة مسيان كوكالان وحاي قليان ميلاوسن شقاكو لهين سامين وين أيون كل يهي معناها إريغا أستانتا أما سمد أي قد دي أفسو ماليغو أقورين همسوه وطن هكال إنوغا موقتا إنجليش أو كقورين حروف تلاتين كأه أي أفكينا لغو قوري و apostrophe وحينا موشيسا لحانشو possession سيدا عبدي's book أما بوغي عبدي أما إن إريغا لسو قابيي أو أي حرفو كمقنيهين أما لحد في contraction سيدا don't read it أفكينا وحو أغوشيرا بوسك همسوه أغوشيرا في عربيغا كارا أهان همزة القطع غرهبان وانا سببت همسة لغو بحيي تصال أهان يؤثرون لؤلؤ ذئب يؤمنون سيدا همسه رهبان أيو همسه أفصوماليو كوشيران أدقما او وحو تاغن يهي او موچينيا هلكا عدكا اما دواق او دونتا كو غو اريغا غو هدان او فيرسانو غو مركا لدهو عدكي دونتا ايو كو حرمي او كلا غو ايا هلكا هدي شقل دير اي اهان لهايد عدكو سيسعون لها غو فرقي وين ايا او دحايا صوركان يصوركان صور كان مركان تلمام إنه وحديه كرنا حيوان كاني هردفي عن بولدي هل كصور كاني وكم وشين إيو حولو أبار كل أدي أفير سو فرقيقا لابد إيري أدحايا وهمسها أو معناها سيدا أكل الدوان داليني لديتان وهردفي عن سيحشو لأشنا وديماشو إيو بابا أفيرسو عنوان كان لغوصو قري بوغ كاميدا بوغوغا إنترنت كأسو ماليدا قرحي لغو لدي أكسمانيو كدعي وحان هبنا إنان قرح لغو لدين لغو لأدو هادابا همسها وحال أديكسين يا مركا حكد أما كالاقو عداد او غالو اريغا دحديسا اما دماد كيسا سيدا لأذي هادي لغا تغانا معنيه و بدل ميا سيدا انا رغني لابا شقل او اسكو مد اهي هادي اسراعان شقل دير باي سميان همسوهن وحو چوچيا ان شقل كي غابنا او نقضو شقل دير سيان معنيه و بدل مين تسالي اهان باان سيدا ابار باان هدي همسها لغا سارو وحي نقونا سابان سيدا وحبان ربا دي إن سيدا روب مد دي إن هدي همسها لغا سارو وحي نقونا دين سيدا دين باحل كان مريا هدي لبادا شقل كلا نوعيهين سيدا سؤال قوأي فائيدو يوحي لميدا أخرس أهان دي باحتو مالها معنيهين اسمو بدليو لكن حير أهان وإن لقورو همسيه سي هكاد كي يكلا قوة دواق اللو موچيو إرايادة سؤال لآن يؤرياد بادن أو همسي كوچيرو دادبا بوسكي همسيها قيلي هكاد تاسينا سحما أها أو هكاد كو إرايد إحدي مقالو قفكو ماركا أو هردو دحقالو أما سيحدو وحالا دا هاقميد هكاد عد أيا أو دحايا ما أدايو إئدا وانا همسي هدي لغا تغانا وحاكاد داشا إري كالي او اه قامد او قاموسكو او كم معنين ايو وحاة شعاليد كحيسا دعيس اما كداليد وانا لابو معني او كالفوق سيدان عرقني وحاة شيرا ميلو همسها لآنتي معنيه اسبدال ايو وانا خلد ان مركاسو كالي لغا تغو إريغا لآن هدي همسها لغا سارو حنقون يا لان
قدومين وحين قنيسا قدومين قبولين وأهمرك دريرة حد بدي بعك صعد عضو تفقمد وحين قنيسا قبولين وأه قبول كديجد قنان وحين قنيسا قنان بعدا سيد حاجد وي بعدا هدان همسها كتجنو وحاسوب حيس بدا سيد قرال كحمي عيل بوكو بدا مالها أن همسوه كوتشيرين خلط كلوغليو وحاكمد أه ما أها لا إسكو لا إيقو يكو وكالي ما وقرب ديدمو أما سؤالد أه وحي أتشوك تا فال أهانشو وعلا بقايبوت وقايبا هادالك كمد أه سبب لا إسوغو كابو يدو همسل لأديك سنيانا ما تشيرتو sidoo kale la isku hamse magalo ee hadii isku qoritaan la rabo idii ayaa ya isu bedelaysa oo waxay noqonaysaa la isku waxaana lamid ah la igu oo noqoto laygu laakiin booski hamsaha marna ma aha waxa jira meelo aan dhigi karno in hamse la geliyo dood ba ka taagan oo dadka qaar hamse ku qoraan قارن تشيتين بأو استعمالان أسل أهان لابو إري أو لإسراعي تشيتين بأي سوقبطة هدام بلغا مارمين تسال أهان وايو أرق وايو يو أرق بيكات دي سانتهاي وحاسة تشيردد حالكن تشيتين تكو تشيرتو همسة قلية أو همسة أوقور وحان لاميده إريق مال أول يكو وكالي waxaa kale oo jira dhowr eray oo af carabi ah asal ahaan haddii Soomaaliyoobay ay duruftu khasabtay in hamse la geliyo iyadoo dhawaaqi uu sanduunta ku go'ayn erayga madhab Soomaali ahaan waxaa badanaa loo qoraa sidan sababtuna waa in da iyo ha ay isku xigaan kuwaas oo loogu dhawaaqo da marka eraygii wuxuu soo baxayaa madab dad ayaa cheating geliyo oo sidan u qora لكن cheating tu waxay isku xidhaa labo eray ee hal eray dhexdiisa ma gasho waana fool xumo qoraal ahaan oo ereygii bay kala goynaysa badanaana marka labada eray ee ay cheating tu la maaneeso la qabsado waa laga maarmo oo lama qoro sidaas awgeed ayaa da'di iyo ha'di loo dhaxaysiiyay hamse kala sooca si aan da loogu dhawaaqin waxaa lamid ah hudhud oo hamse la'aan noqonaysa hudud sidoo kale azhar waxay u qormaysaa sidan laakiin sa iyo ha israacay sha'ba loogu dhawaaqaa marka hamse in loo dhaxaysiiyo ayaa halkana imanaysa erayga hay'a Soomaali ahaan waa hay'ad waxaana loo qoraa sidan waayo hamsaha la'aantiisa waxay soo baxaysaa hay'ad oo dhawaaqi ma saxna walow dadka qaar ay sidan marmar ugu dhawaaqaan asal ahaantii carabigana hamse ayayba wadataa oo halka qiil baa looga raadin karaa marka madhab iyo hudhud iyo wixii la mid ah duruuf baa keentay xeerka guudna waa laga soo reebi karaa laakiin hamsuhu meel kasta iskama geli karo dibta kale ee habqoraalkan waayo arag ka iman karta waa in dhawaaqi hamsuhu soo galo meesha oo loogu dhawaaqo waayo arag halka madhab iyo hudhud ay suuragal ahayn in gafka lagu dhaco hamse in la geliyo waayo arag iyo erayada lamidka ah waxay dhalisay in kuwa kale oo looga tusaale qaatayna loo adeegsado hamsihii lagu maqiiqo meelo uusan geli karin marka eray hamse ku dhamaada ay gadaal wax kaga darsamaan erayada qaar kood waa khasab in hamsihi la qoro sida lo looda da da'da qaarna codki hamsuhu wuu lumay haddaan la qorina dib ma laha sida ci eygu muxuu la ciyeeyaa iyo wixii lamid ah laakiin dadka qaar hamsaha way qoraan iyagoo asalkii raacaya mararna way ba fiican tahay oo tusaale ahaan wadarta ri oo riyo ah ayay ka duwaysaa riyada hurdada la socota
أو قرال أهان إن يسون إسوء كانين أي كسارة سماشا حمسيه واكاس حدا يلسن هانا مرين هبابين أديك سيجيسا كم هاد سندين داوشة يدقيسي قبا ودن سلام انتين. السلام عليكم.